المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نحييكم في هذا الماراثون الإبداعي المستمر والذي نعيش لياليه الأخيرة. أنتج 26 ورشة، 26 ورشة و26 أيضا 26 ورشة وندوة. بدأ هذا الملتقى من 20 من شهر مايو وينتهي في 31 من شهر مايو. اشترك معنا أكثر من 100 مبدع سواء من نقاد وكتاب، وحضر في هذه المنصة ما يقرب ما لا يقل عن 300 أو إلى 400 على الأقل. في بعض الندوات كانت هناك الحضور وصل إلى 50، وطبعا أحيانا على حسب المواقع. الإذاعات السردية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نهنئكم أولا، ونهنئ هذا النجاح، وأيضا نشكر كل الذين تعاونوا معنا في التنسيق، كل الذين استجابوا لدعواتنا. اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء ترحيبا كبيرا بالأستاذ الدكتور حاتم السكر، الأستاذ الدكتور شكرا. مجد الحجري، وأيضا صديقي عماد البليك وصديقي. موضوعنا اليوم عن نهاية الحكاية. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا، قد أتداخل، قد أسأل، وأريد أن أترك للأساتذة والدكاترة أن يدلوا بدلوهم وأن يشرحوا هذا الموضوع تشريحا، ولكن سأضع بعض المقدمات عن ما يمكن أن نهدف إليه من خلال هذه الندوة. من المعلوم جدا أن الحكاية منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث هي عبارة عن نظام أو نسق يحاول أن يوجد متوالية مفاهيمية أو إدراكية لمعرفة العالم من خلال القصص، من خلال السرد، من خلال المعنى المنتظم، من خلال التشويق، بمعنى أن العالم يصير بنائيا، يصير جماليته من خلال التوالي، تصير جماليته من خلال السيكونسز هذه أو النظام. ماذا لو انفرط هذا العقد؟ ماذا لو رمينا بالحكاية بعيدا وقذفنا بها في البحر أو في الفضاء؟ ما الذي سيحدث؟ هل انتهت الحكاية أو آن الوقت للحكاية أن تنتهي؟ هل الحكاية ما زالت قادرة على أن تعيش؟ سأترك في البداية للدكتور حاتم الصقر أن يبدأ. شكرا استاذ عماد. السلام عليكم زملائي الاعزاء، زميلتي العزيزه. شكرا للمنتدى العربي الاوروبي بشخصي الدكتور حميد المثابر والماراثوني كما يصف جلساتي هذه، وايضا الاستاذ عماد على خطاطه الدعوه لهذه الندوه، ولزميلي العزيزين الدكتور ابراهيم والاستاذ صبري والسيده مها. الحقيقه انا اولا اود ان أتطرق إلى فك الاشتباك بين المصطلحات هنا. أصابتني دون أن أجاملكم، بعد ما وصلتني خطاطة الدعوة أصابني الكثير من البلبلة الاصطلاحية. هل نحن هنا لنعيد النظر في الحكاية بين قوسين، وهي النمط السردي الذي في ظني توقف الآن مخليا السبيل إلى أنماط من القص أحدث منه وأكثر مواكبة للحياة؟ ما تملك الحكاية اليوم بالمعنى الاصطلاحي فقط هو الذاكرة التاريخية اللي تفضل الأخ عماد وأعطانا فرشا تمهيديا جميلا عنها. لذلك أنا أعتقد أن وصف الحكاية الشعرية اليوم فقط يرحلنا إلى الذاكرة ولا يقيمنا في المشهد الشعري أو المشهد السردي على السواء. الحكاية الشعرية باعتقادي مصطلح غير دقيق إذا أردنا أن نسحبها إلى حقل اهتمامي الأول، وهو المتن الشعري والنص الشعري. وأعتقد أن شعرية الحكي غير شعرية القص، وبالتالي فإذا اتسعت القصيدة مثلا لاستضافة الكثير من مزايا الشعرية الحكائية، فإن استضافتها الأكبر والأهم والجديرة بالدرس هي التوسع والتمدد على الجانب السردي باعتقادي. لأن الحكاية حقيقة غير المحكي، يعني عندما نوسع مفهوم المحكي
فسيشمل ما عناه على سبيل المثال رولان بارت في كتابه الشهير اللي هو عن التحليل البنيوي للحكاية. وحتى القواميس العربية بالمناسبة تقع في مثل هذا الاضطراب، لأنني وجدت مثلا تريل وناراتيف كلاهما يترجمان بمعنى حكاية، بالوقت اللي أن الناراتيف هو السرد والتريل هي الحكاية تقابل الفيبل إلى حد ما اللي هي الحكايات الأولية. لذلك باعتقادي من الجدير هنا أن نهتم بتعالقات السردي والمحكيات الروائية الجديدة والقصيدة، بدلا من التوقف عند مفهوم الحكاية اللي هي تظل كما قلت تحف بالذاكرة التاريخية. التعارضات بين الشعري والسردي تدخلنا في موضوع التناصل الإجناسي أو النوعي. كل جنس أدبي حتى اليوم يحاول الدفاع عن نفسه بآليات ومزايا فنية كي لا يقبل كطبيعة الأجسام العادية أي جسم آخر، ولكن ما أسميه بالتكييف هو الذي يسمح بمثل هذه الاستعانات. وقد كان أمام استضافة القصيدة العربية على سبيل المثال للسردي، سواء كان بشكل الحكاية الأولي كما سنرى على حكاية الحيوان في بعض نصوص شعراء مثل حسب الشيخ جعفر ومدرسة أحمد شوقي في البداية، أو بالقصائد الحديثة اللي آخرها طبعا فنيا هي قصيدة النثر واللي استعانت بالمحكي كثيرا وجسدت لنا نموذجا لاستضافة السرد ولكن بالحفاظ على مزايا القصيدة، بمعنى أن المركز في هذا الحوار بين الجنسين هو المركز الشعري وليس العكس. الحكاية تخسر كثيرا إذا ما تمددت على البقع السردية والشعرية، لأنها مرتبطة بالمخيار الحر غير المعقلة، وبالتالي حتى لو التقت بالعجائب بين قوسين فإن اشتغالها يظل مختلفا تماما، لأنها كما قدم الأستاذ عماد هي مرتبطة أصلا بالذاكرة البشرية الأولى قبل حتى الكتابة، يعني مرتبطة بالشفاهية أولا ثم بالتدوين عن الشفاهي، لكن الكتابة كأعظم اختراع في أو كأعظم تحول مفصلي في تاريخ البشرية كما يقول ديريدا وكما يقول العرب أيضا حتى من الجاحظ، يعني الكاتب خلق تاريخا جديدا في سيرورة اللغة وأيضا تنويعاتها الأدبية والثقافية. في ظني أن هناك تحفظات كثيرة ومصدات أمام تمدد المحكي لكي يدخل في الشعري، منها أولا تصور أن الشعر الحديث أن الشعر العربي ميزته الأولى وهويته التي يجب أن يدافع عنها وهي الغنائية، وهذا بالواقع تفسير أو قراءة مغلوطة لحضور الأنا في القصيدة العربية ثم لفضاء المخيلة الذي لا سقف له، يعني مفتوح إلى ما لا نهاية من الخيالات والصور الشعرية. فالغنائية صارت دائما في تطابق ضدي مع السردية. السردية تميل للتحيين والتعيين زمانيا ومكانيا، والقصيدة تتسم بالتجريد. وكي لا أطيل أنتقل إلى المصد الثاني أو العقبة الثانية في اعتقادي، وهي الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية. يذهب الظن كثيرا حتى اليوم بالمثقفين إلى هذا الفصل الجمالي اللي جربه ليسينغ طبعا في بداية النظريات الجمالية وما مشى، لأنه ما دام الحاضنة الأولى هي الثقافة والأدب فلا يمكن بالتالي أن تضع حدودا جغرافية كالحدود بين الدول مثلا ولا تأشيرات ولا غيرها. الاستضافة والتنافذ التأثيري والنوعي موجود بشكل أو بآخر. ومن الطريف أن السرديين أيضا ضاقوا باستضافة الشعراء داخل الرواية. أمس فقط وصلني استفتاء من زميل القاص يجريه لدورية عربية، يقول بنصه أن الشعراء دخلوا السرد وكتبوا سرديات روائية وأحيانا مسرحية لكنهم نقلوا تقاليد الشعر، رجعوا اللغة وانفلاتاتها ورفعوا عن الرواية جانبها التجسيمي
والتعييني، وبالتالي فهو يعتبر وجودهم كغراب في حافل للطيور مثلا، يعني جنس غريب يدخل إلى جنس آخر. وبالوقت اللي بالعكس الدكتور حميد قبل أيام كان عنده جلسة هنا عن المسرح والشعر، يعني الشعر المسرحي، وفي ندوة أيضا بمسقط صار نفس الشيء، هناك محاولة لاستعادة الشعر إلى عفوا المسرح إلى أصله، لأنه بدأ كما نعلم جميعا وتعلمون حضراتكم أنه بدأ شعريا. سأنتقل سريعا أيضا إلى مصد ثالث، هو صعوبة استضافة التعيينات والتحيينات والتجسيدات السردية في القصيدة إلا إذا تنازلت عن شعريتها، فالخوف هنا والهلع على شعرية القصيدة نفسها. أنا أسوقها غير مؤمن عليها، يعني عندي معها نقاش وأعتقد سيغتني بآراء الزملاء الكرام والزميلة العزيزة. ما هو الحل التجريبي اللي صار؟ الحل هو خفض فضاء البلاغة والصور، التخفيف من كلاسيكية المفردة العربية، من نمطية الصورة المشبه ومشبه به إلى آخره، التحرر من النظور التقليدي للغة، الانفتاح في بنية القصيدة وهيئتها لاستضافة حتى الصورة واللوحة والاسم إلى آخر ما جاءت به بصفة خاصة السريالية كونها اعتمدت الخيال سقفا غير محدد الارتفاع. أيضا تعددية الأصوات، يعني أنا الشاعر هي المسيطرة دائما في المنح الغنائي والمنزع الغنائي، بينما يفترض في القصيدة الحديثة أن هناك أصوات متعددة، هناك مرتكز للأنا ولكن دائما بالانفتاح على الآخر والاستنداد من وجهة نظره، وهذا يشجع على وجود ما يعرف بوجهات النظر من التبئير إلى يمكن حتى الراوي الضد وإلى آخره. طبعا ليس جميع الشعراء على دراية واحدة وعلم بهذه التقنيات السردية خلينا نقول، ولكن إذا أرادوا فعلا أن ينقلوا الشعر نقلة أكيدة من الغنائية الصرف إلى اقتراب من هذه التعيينات اللي تكلمنا عنها، فإنهم مطالبون بأن يعوا أولا مواقع الرواة، موقع المتكلم، عائدية الضمائر، التسميات مهمة، الشخصيات اللي تدخل، الحوار وإتقانه وإدارته، هذه كلها صارت من مهمات تحب القصيدة الحديثة، وأعتقد على مستوى التلقي كانت إحدى معضلات تلقي القصيدة الحديثة لا سيما قصيدة النثر بشكل خاص. إن التوسع من الدرامية اللي كانت في القصيدة القديمة، والأخ عماد ذكر الآن بعض أنا سميها تمظهرات سردية، يعني القصص الشعرية اللي جاءتنا عن العرب أنا درستها في كتاب مرايا نرسيس ولا أريد أن أعيد كثيرا، هي معلومة عند الجميع الزملاء والزميلات، هي بالحقيقة يعني تمظهر للسرد في خط شعري، يعني أشبه بنيتو يجي أعلى ثم يستمر الخط الشعري، فهي استضافة، يعني كن كمثلي ويأتون بالممثل به، قصيدة النابغة والسمو ونصوص كثيرة، لكن لا يمكن التعويل عليها على أنها لا حكايات شعرية بالمعنى الاصطلاحي الأول ولا بمعنى التخريف والعجائبي والآخري ولا بسردية الشعر كما كان يوصف وما أسميه اليوم بقصيدة السرد. هذا التوسع مطلوب في معظم القصائد اليوم، ولكن مبتغاه حقيقة يكون أبعد من يد رامي سهم هذا التوالف أو التنافذ أو التثاقف وانفتاح الأجناس على بعضها، والسبب هو يعود إلى الحاضنة نفسها، يعني دائما اقتراض الحكاية على سبيل المثال اليوم في أي جنس آخر يظل يجلب معه آليات الحكاية ذاتها، يعني سعة الخيال، لامعقولية الحدث، ذوبان الفروق بين الشخصيات الحيوانية والإنسانية، يعني طبخة كبيرة من المعتقد والسائد والموروث الفولكلوري وإلى آخره. أعتقد هذه تحتاج إلى غربلة في النص الحديث وإلى نوع من الضبط والإحكام. عندنا نصان هنا سأتوقف عندهما لاحقاً،
لأنس الحاج استعانة سردية، وبالمناسبة على حكاية وهي من الموروث الصيني، لكن كيف اختار الشاعر؟ ما اختار حكاية عن الذئب والثعلب والحمار مثلا كما فعل حسب الشيخ جعفر في كيران البول، أعاد صوغ الحكاية وربطها رمزيا بالأخير، لا، أقام استراتيجية النص أصلا على هذه الحكاية. وأيضا لصلاح فائق قصيدة أيضا من هذا النوع اللي أنا أسميه قصيدة السرد، اللي تقوم على زمنية متتابعة تكرارية سأبينها لاحقا. بالمقابل عندي نص يبين يعني فهم خاطئ لوظيفة السرد والحكي والمحكي داخل النص الشعري، بحيث أنني سأقرأ لكم قصيدة، ما أدري إذا كان تخطيط الأخ عماد أنه نستمر أو نقطع ونرجع إلى ذلك، أو أنني أستطيع قراءتها الآن. بها ظهور للسرد أشبه بظهور طعام سيء في معدة غير هاضمة. أنا أفترض أن أي نوع حتى السرد الحديث اليوم لما يأتي بحكاية أو عندما يتعامل مع التاريخ في جنس الرواية التاريخية يجب أن لا تظهر الجزئيات كما هي، وإنما يعاد صهرها فيما أسميه الواقعة الشعرية. هناك واقعة خارجية حياتية والمطلوب شعرنتها كما يقال اليوم، أو وضعها في سياق واقعات شعرية تؤدي بالأخير إلى الدلالة اللي هي ناتج قراءة كل قصيدة. أستاذي أنا أقترح أن تعطينا النص بإذن الأستاذ عماد، بحيث يكون يعني أيضا كنموذجا، وأنت تتحدث بس مداخلة صغيرة يعني، لأن درست كوكتو بشكل عميق يعني، وهو يتحدث عن السينما ويقول أنا لست سينمائي وإنما شاعر، فكان يتحدث عن السينما يتحدث عن الشعر بهذه الأناقة التي فيها يعني القصيدة النثرية الحديثة وما فيها من هذه التمظهرات والقوة، وأيضا العودة إلى الميتافيزيقي ربما يكون أكثر، لأنه باعتبار أن الشعر والفن بشكل عام هو مرآة أو مرآة لا مرئي أيضا. نعم رسالة. الحكاية اللي اعتمد عليها أنس الحاج بالحقيقة هي حكاية من التراث الصيني اللي نظمها كتبها حكيم ونظمها شاعر صيني غير يعني قبل التدوين هذا. هذا النوع من السرد ينطبق عليه ما تلاحظه سوزان برنار عندما تتكلم عن شيوع السرد بالشعر منذ السريالية، تسميه سرد يقع خارج الزمان مستخدما نفس وسائل القص ولكن بأحداث مسرودة بحس غير واقعي. في قصيدته فتاة فراشة فتاة يقول أنس الحاج: حلمت فتاة أنها فراشة وقامت، فلم تعد تعرف إذا كانت فتاة حلمت أنها فراشة أو فراشة تحلم أنها فتاة. ثم يترك بياضا خطيا، هذا استلاف من القص، بدل ما يقول القص كان ما كان once upon a time مثل ما يقولون هنا، وإنما يخلي هذا الفراغ الأبيض يخلي القارئ ينتقل سرديا، يعني يحاول أن يضبط إيقاع قراءته مع إيقاع السرد داخل القصيدة. بعد ذلك يقول: بعد مئات السنين، بعد مئات من السنين يا أولادي، والهواء في الليل، فتاة وصبي يركضان كفراشة تحلم أنها فتاة وصبي، أو فتاة وصبي يحلمان أنهما فراشة. الخاتمة: واشتدت الريح على الهواء، تمزقت في الخارج يا أولادي فراشة. انتقل إلى أسلوب الحكاية لما افترض أن هناك محكي له، أن هناك محكيا له عفوا، هو الأولاد اللي يستمعون من حكيم، لأنه في ذاكرته أن هذه الحكاية مرتبطة به. ثانيا، مقام تلقي الحكاية كما بينها الأستاذ عماد، الحكاية بمفهومها القديم بكل أنواعها الحيوانية والخرافية وإلى آخره، دائما تفترض متلقين أدنى من الراوي في الموقع الصوتي كصوت، والموقع الاجتماعي، وفي الثقافة والذاكرة. لذلك هو يوجه كلامه إلى أولاد. ما أريد أستفيض في شرح النص ويتكلم عن نفسه. الفتاة اللي نامت ونسيت
هل هي فراشة أم فتاة؟ النص نص صلاح فائق حقيقة نص قصير أيضا بأسلوب سردي، عند الفجر آوي إلى فراشي وأنا متأنق بملابس نظيف بملابس نظيفة ومكوية، أتصرف كضيف في مناماتي، سأرى أحداثا، ألتقي شخصيات وأصادف حيوانات حائرة، ثم يصل به التداعي الفانتازي إلى القول أذهب لأسمع موسيقى مجرات بدل نحيب هذه الأرض وعجائزها اللواتي يكنسن في المساء عتبات بيوتهن، هناك سأرى ما لا يراه الآخرون بعين كبيرة وسط جبيني، ثم لاحظوا أستيقظ وقت الظهيرة، انتقل انتهى الفجر، أقف بعيدا عن سريري، أحدق في الفراش مشاعر قديمة، كومة أحلام، ذكريات، ثم ينهي تقويمه الزمني هذا اليومي بالقول لا أظنني كتبت هذا، أقرأ القصيدة من جديد، أجد حيوانات مجهولة تجول حول مدن وقصبات. أعتقد صلاح فائق جلب أيضا ما يحف بالحكاية من تاريخ، لكن فضيلته ما هي؟ أنه كما في سائر شعره الأنا هي التي تقوم على ذلك. النص اللي حقيقة صدمني وما عجبني كثيرا وهو لشاعر له تاريخ جيد بالشعر، الشاعر مجد ريان، القصيدة عدها أحد النقاد خطاب حكاية شعرية بامتياز بين قوسين، لكن عندما نقرأ النص وهو قصير أيضا نص عادي جدا، يعني ممكن أن يكتب سطرا ولا يتحول حكاية عادية يومية، أصلا حكاية يومية، في نفق المترو تحت الأرض أضرب للأمام، أضرب فخذي للأمام أمشي والدنيا حارة رغم التكييف المركزي المزعوم، أمشي والناس من حولي تشعر بالزهق، يتبادل بعضهم معي نظرات سريعة وبارقة، وفجأة رأيته صديقي الذي لم أره منذ سنوات بعيدة، كان جسده قد امتلأ حتى أصبح مثل الدب، تبادلنا القبلات غير الصادقة تقريبا، وقال لي ما أخبارك؟ قلت له معقولة؟ قال انظر إلى الدنيا يا أخي، قلت له الدنيا صغيرة، ثم سألته عن أخباره، قال إنه يكتب السيناريو هذه الأيام وهو صديق الممثلات والممثلين، وأنه صار يعرف الممثلة البدينة التي يحبها الشباب، وكان العرق على جبيني وعلى جبينه، وفي يدي حقيبة غير محكمة ينزلق حزامها بين الحين والحين، وكنت أقول آه، وهو يقول لا بد أن نلتقي. هذا كل الحكي اللي ضمت قصيدة نفق المترو كما تسمى. بالواقع هناك بالغرب اليوم ما يسمى بقصيدة السرد، هذه تأخذ السرد أوسع من تمدد لمفهوم الحكاية، حتى باليوميات، يعني عندنا سعد يوسف مثلا يكتب شعر يومي، لقطات يومية، شعراء كثيرين بالمشرق والمغرب، لكن لا يمكن أن تكون يومية تسجيلا الحكاية، بالعكس، يعني إذا استعرض مفهوم الحكاية اللي قدم الأستاذ يوسف فهي تبني فضاء خياليا، ما لا، إذا كانت البلاغة تقدم سقفا للخيال فإن الحكاية تخرق هذا السقف وتذهب إلى الفضاء الأوسع منه. بالمناسبة في الغرب يعدون القصص القصيرة جدا هذه يعني ممهدات لظهور قصيدة النثر. وآخر كتاب قريته كان يتكلم عن نمط قصيدة الحكاية هو كتاب ترجمه الشاعر المرحوم محمد عيد اسمه مقدمة لقصيدة النثر أنماط ونماذج، هذا صادر عام 94 في بريطانيا، عام 2004 آسف. وعليك هو يعتبر كثير من قصائد الحكاية قصيدة وليس الحكاية الشعرية، وأرجو أن يكون هذا المصطلح تحت نظر زميلي العزيزين والزميلة الموجودة معنا والمستمعين لمحاولة ضبط الجهاز الاصطلاحي، ثم بعد ذلك انتقال إلى المفاهيم، لأننا غالباً عندنا برج بابل أنا أسميه اصطلاحي، يجر من الحكاية تاريخها وذاكرتها ويسقطها بحيث السرد يختفي أو بقضاء الأخير. بالوقت أننا نتكلم اليوم عن تمظهرات سردية في القصيدة الحديثة، وشكرا جزيلا وآسف لأن ربما أخذت وقت زملائي.
مرة أخرى للدكتور حاتم الصقر الذي أثار في التقديم الأول الكثير عن عندي الكثير من النقاط، ولكن أحب أن أركز على نقطتين هنا في شكل السؤالين. السؤال الأول وهو الذي يشغل كثير من الناس، أنت أشرت إلى أنه لا يوجد ما يعرف بالحكاية الشعرية، وأشرت إلى قضية أنه لجوء بعض الشعراء استخدام الحكاية داخل الشعر، وأشرت إلى مسألة الرواية والسرد أو الرواية والحكاية والشعر. السؤال يتعلق بهجرة الكثير من الشعراء العرب، هناك ظاهرة هجرة إلى الرواية. كويس، هل هذا هروب من الشعر إلى الحكاية؟ هروب من الشعر إلى السرد؟ بماذا وأنت رجل لك دراسات ومراقب لهذا المشهد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مفهوم الحكاية داخل الشعر أو داخل القصيدة. أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا والبعض قد لا ينتبه لها إلا المتخصصين، مسألة التلاعب بالفراق. يعني كنت بدلا من أن يقول كان ما كان وذلك، استخدم البياض وهذه الأشياء. أودونيس في الكتاب الأمس واليوم أشار استخدم لعبة فراقية، يعني لعبة التلاعب على المساحات داخل حتى هو استخدم سايس كبير، مقاس كبير لهذا الكتاب، واستخدم النصوص القديمة والحديثة. هل الشعر يعني يخرج، يعني يغادر المفهوم الغنائي، يغادر مفهوم التصوير الذهني إلى التصوير حتى الرسمي؟ هذا السؤال الثاني. تفضل دكتور. أوكي، شكرا شكرا شكرا، آسف، تفضل. كان هناك تعليق من صديق على الزوم الآن وكنت أرد تفضل عليه وسهوا يمكن ضغطت، آسف. تفضل تفضل دكتور. أريد أشكر الصديقين العزيزين الدكتور إبراهيم على سياحته الجميلة هذه في التقنيات السردية في الرواية، تنويهها على المداخل والخواتم، الاستهلال والخاتمة وتفريقها بينها وبين النهاية، جهاز معرفي واصطلاحي مفاهيمي يعني يشكر عليه حقيقة. وكذلك الأستاذ صبري قام بتحليل لوحته وربطها بالحكاية المرئية، خلينا نقول اللي هي عفوا بالحكاية المرئية اللي هي لوحته، وبالمروي اللي هو الحكي المدون. أما سؤالك أستاذ حميد فهما حقيقة كمينان او فخان كبيران، يعني هذا انا يعني احنا للاسف المدرسين شوي عندنا استطراد يعني، فانا احاول الان ان الملم الاجابه. سابدا بالثاني لانه اوضح بالنسبه لي من الاول. انا استعمل الحكي اليوم بدلا من الحكايه حتى لا ياتي مصطلح الحكايه محفوفا بذاكرتها كما قلت، ونذهب الى مساله الحكايه الخرافيه إيسوب وشوقي وتمظهرات الجديدة عند حسب الشيخ جعفر وغيره. زين، الهيئة الخطية اللي تفضلت بها جدا سليم ملاحظتك، يعني الشعراء اللي عندهم إحساس سردي يعني يؤمنون بسردية معينة داخل قصيدتهم، يستثمرون مادية أو جسدية الورقة هذه، اليوم الحاسوب طبعا، فيفترض أن هذا الجسد النصي يحتمل تكوينات تتيح لهم تعضيد الدلالة التي يريدونها. هو ليس جزءا من النص الملفوظ، الملفوظ الشعري واضح، هذه كلها إشارات داخل النص لاستثمار الهيئة الجسدية. وصل الحد بأدونيس على سبيل المثال في كتابه الكتاب لوسيرة للمتنبي أن جعل متن الصفحة عجيبا، استعار شوي من المخطوطة، وهذه مسألة بدوها حقيقة الزملاء الشعراء المغاربة في لما استضافوا الخط المغربي في الكتابة، محمد بنيس والزملاء في السبعينيات، وأنا ناقشتهم في كتابي عن شعراء السبعينيات. أدونيس قسم الصفحة ثلاثة أقسام، في الوسط المتن الشعري اللي يريده
حقيقة أربعة صارت: المتن الشعري الجريدة، ثم هامش أسفل بيتين، على اليمين سرد تاريخي لما يواكب المرحلة اللي بها المتنبي، وعلى اليسار تعليقات قيلت أو قالها المتنبي. فصار عند القارئ أربعة مجالات للمطالعة، وعليه أن يضبط إيقاعه مع إيقاعها. فقصدي من هذا أنه جسد الكتابة نفسها، الورقة هذه أو هي إتاحة مضافة لمن يريد أن يستفيد من السرد. هو كان يسرد أدونيس، ومرات سرداً جافاً، حتى يسرد سرداً جافاً، يقول سنة كذا أعدم فلان، سنة كذا قطعت يد فلان، سنة كذا حصل الزنج في البصرة، سنة كذا المختار، إلى آخر ذلك. السؤال الأول، الحقيقة هجرة الشعراء للرواية، أنا سميتها مرة موسم الهجرة إلى الرواية في الاتحاد الثقافي سنوات، هو تعبير عن أزمة داخلية مع القصيدة، بحث عن حل لطرقها. طرق القصيدة حقيقة استنفدت بعد قصيدة النثر، وقعنا في تقليدية جديدة، نهرب من تقليدية القديم نقع في تقليدية الجديد، بمعنى النمطية. التقليد هنا لا أعني به، لا، تقاليد تستقر تصير قارة فتصبح تقليدا، وهو طول عمر الشعر يسأل بالنفاذ من هذه التقاليد. القصيدة دائما هي اللي تثور على الشعر، يريد تقاليد. الشعر كجنس التهامي كبير مثل الرواية مثل الحكي، يريد تقاليد، لكن القصيدة دائما تغير هذا النسق. ولذلك الهبات العالمية الكبيرة في الأشكال سوتها قصائد وليست موفمنت، يعني مش حركات مثل نشوبة المطر على سبيل المثال، مثل قصيدة الشابي، مثل قصيدة أربعاء الرماد أو لإليوت أو غيرها من القصائد المهمة، ديوان سان باريس مثلا لبودلير، سوت هذه نقلات في الشكل، وبالتالي بالضرورة نقلات في المضامين. أنا في رأيي أن الحكاية الشعرية مرت عندنا بمراحل، يعني كانت حكاية فعلا ثم صارت قصة شعرية، وأعتقد إلياس أبو شبك هو أشهر من يمكن رجوع إلى في ذلك. قصيدة الشعرية، عفوا، قصة الشعرية غلواء، بها شخصيات، تسميات بها استهلال، استثمار للعنونة على اسم الشخصية الرئيسة، شخصيات ثانوية تشتغل حوار، يعني بها كانوا يطبق نظرية باختين عن الصوت الآخر أو المبدأ الحواري كما يسميه تودوروف. بالتالي عفوا، أنت تقرأ محفل، يقدم لك محفلا سرديا فيه كل شيء. بعد ذلك جت الملحمة الشعرية، وهذه بداها يمكن البستاني لما ترجم الإلياذة شعرا، فقمنا نقرأ شعر. قبل احنا تعودنا الشعر التاريخي، نظم المؤلفات، اليوم هاي كلها ضيوف على الشعر، يعني أشياء تدخل إليه ويرفضها ويقبلها وتنقرض بعضها. الملحمة الشعرية ما طولت كثير لأنه تطلب نفس طويل، والشعر في كما يقول نقاد السرد أيضا يقولون التلخيص والقدرة الإغمارية للنص السردي انتقلت للشعر. التلخيص الآن شوف الكثافة بالقصائد، لا سيما بعد النت والفيسبوك والقصائد الومضية هذه والهايكو إلى آخر ذلك. هناك بينهما، بين القصة الشعرية والملحمة، ظهرت المطولة الشعرية، واللطيف أنها ظهرت بتشجيع من الجائزة اللي كان تضعها دار المعلمين العالية ببغداد بالخمسينات، بالأربعينات والخمسينات، لمن يكتب قصة شعرية. السياب حقيقة كتب مطولة، سماها مطولة شعرية. موس العمياء بها شخصية جاية من الريف، الأب مقتول، الخطيب تركه وهرب بعد اغتصابها، الأجنبي تجي إلى مبغى عام في بغداد، تستلب لأنها عمياء، ميلو دراما بيها، يعني حتى بعض النقاد قالوا السياب في وقتها كان عنده نوع من الماسوشي، يعني تعذيب الشخصية لدرجة جمع كل المآسي فيها. اسمها صباح وهي لا ترى، تدفع ثمن النفط اللي تدفعه للغرفة وهي لا ترى هذا الضوء، أبوها يقتل، هي تشرد وبالأخير تذهب بها الرياح إلى نفس المصير. فأعتقد المطولة هي كانت من الحلول المتوسطة. أنا أريد تأذن لي أن أرجع إلى موضوع الشعراء وهربهم أو تسميتهم. تفضل.
جزء من الرواية. الحقيقة الرواية كما يقول دكتور جابر عصفور في كتابه القيم زمن الرواية رغم اختلافي معه 360 درجة طبعا، يقول إن الرواية حظيت في السنوات الأخيرة بتردد ذبذبة في القراءة أكثر من أي شيء آخر. الرواية أصبحت فن العصر كما يقول، لأن تتمثل المآسي الكبيرة اللي مرت بها البشرية بالذات الحياة العربية من انتكاسات من العقد الأربعيني إلى اليوم، تخلي الشعر يتناول مثل واحد جاي بأدوات نظيفة جدا إلى مستنقع وشيء مشوه، بينما الرواية عدسة الروي والسرد تكبر هذه وتقربها إلى الناس. ففعلا صار تأجيل، وهذا مصطلح سردي طبعا لكن أنا أختاره زمنيا، صار التأجيل للاهتمام بالشعر كونه لا يتمثل بصورة كافية ما يقع من أحداث. الرواية أكثر قدرة على هذا التمثل. أما قوله بأن الرواية، لأن الرواية لحظة ثورية وأنها تجري كالنهر بينما الشعر يومث كالبرق، هذه أوصاف شاعرية أنا ما اتفقت الحقيقة مع الدكتور جابر، وما عولت أصلا على استفتاء الجمهور، لأن الجمهور أصلا حتى الرواية كم مبيعات بالبلدان العربية يعني تبقيات والجوائز وهاي الأشياء حفزت عليها. اللي يعتقد أن هناك أزمة داخلية كانت داخل الشعر، البحث عن طرق، البحث عن أساليب والتفكير بالمستقبل. عندي إضافات بسيطة جدا. أنا أشكر الدكتور إبراهيم على ما قدمه من قراءة مسيحية حقيقة، وفقط أضيف لمسألة الاستهلال، إحنا عندنا واو سردي في القصيدة، مثلا السياب والمبدأ يقول وتلتف حولي دروب المدينة، قبل هذا الواو هاي الطبيعة الإضمارية اللي يقول عنها نقاد السرد، يقولون في الرواية وكل السرد حتى القصة القصيرة والقصيرة جدا حتى النيتشر ستوري بها قدرة إضمارية، ثانيا قابلية للتلخيص، فهذا الواو السردي موجود بكثير نصوص في المغرب والمشرق. ثانيا الختام، نازك الملائكة عندما انتقدت الشعر الحر بين قوسين، ولو أنا ما اتفق مع الشعر التفعيلة يعني قبل قضية النثر وبعد العمود، قالت هناك أسلوب اسمه ويظل الشعر يدفق، القصيدة تدفق فلا يجد مثل الجريان الريلينج اللي بالسرد اللي يكون عنه النقاد السرد، فالشاعر عليه أن يوقف هذا الجريان، فيقول ويظل وتظل أضواء المدينة ويظل يأمل في انفراج، نهايات يعني مفتعل لكن هي مأخوذة أيضا من السرد. أعتقد هذه التقنيات هي جاية منين؟ من عدم حصر القصيدة في نطاق معين من التعبير، يعني يستعير منها بداية سردية يأخذ خاتمة سردية، والنهايات كما بيّن الدكتور بدقة دكتور إبراهيم، النهايات أيضا دائما تبقى يعني بمسلم ما ندري بعدين أي ستد، كل واحد ينشئ من عندنا، وهذا إشراك وتوريط للقارئ في مثل ما يصير في الأعمال العظيمة بالروايات الكبرى، يعني يبقى البطل دون نهاية محددة. الأستاذ صبري حقيقة مشكوراً أضاف لنا الكثير عن جدلية اللوحة والحكاية، ولو مهمتها أصعب شوية لأن إما تقع في التفسير الإلستريشن هذا اللي يسويه بعض الرسامين للقصائد وللقصص، وهذا لا يضاف في باب الفن، لا بالرسم يكسب كثير ولا يضيف إلى الملفوظ، يكون إلى جواره مرات تزيين مرات حتى بعضهم يلقي نظرة عليه بالعمل الصحفي ويسوي، لكن رائد المنمات العربية والرسم اللي هو يحيى الواسطي لما رسم مقامات الحريري هذا قراها جيدة، وكان يتصرف أحيانا يرسم الهودج ويرسم الإبل ويرسم المسافرين والخان والأبواب، أنا عندي صور لها كثيرة وعملنا عنها محاضرة مرتين مع مهرجان فيلم التشكيلية بصنعاء، لكن يضيف لها أحيانا من عنده بعض الأشياء، دليل أنه هو يؤمن بأن اللوحة كفن مكاني تختلف عن الأدب اللي في الغالب وفن زماني، لأن تعرفون الصوت واللفظ استغرق فترة زمنية تستوعب الأذن، هنا المسرح هو البصر العين، فتريد تثبيت. أنا سمي دائما أتكلم مع بعض الزملاء السردين أقول لهم قصتك تطفو شوي ما بيها تثبيت سردي، وأعتقد هذا اللي خلى زميلي عواد علي لما استفتانا أول أمس يقول الشعراء جنوا على الرواية وإجوا وجابوا لنا هذا الكلام الإنشائي
مش نسميه هو والله ما ادري يعني في كلمه طريفه ما معناه ميوعه بالالفاظ، هو على حق لانه بعض الشعراء بداوا ينسخون من الروايه نوع من البهرجه شعرية. البلاغيه بين قوسين، لكن بالرسم لا، عليك ان تسوي تثبيت لهذا المنح البي، اما على شكل الريفلكس هاي والتاثيرات والانعكاسات او احتواء هذا الملفوظ. وذكرني الان الستيل لايف قصيده سعد يوسف، انا درستها في التثاقف والتنافذ سميته او التواشج بين التشكيلي والشعري، بحثت في محاضره بجامعه القادسيه كليه الفنون الجميله قبل شهر عن تواشجات سميتها الشعري والتشكيلي. فهنا نلاحظ مثلا قصيده سعدي هي هذه حياه جامده، هي ترجمه للستيل لايف، بعضهم يقولون حتى ديد لايف ميته، لكن هو اعطاها الحياه وين؟ لما جمع سعدي دائما شعره قائم على موتيفات، ياخذ شيء بسيط بسيط بسيط، ظل، كأس، طاوله الى اخره، باب، حانه، ثم يخرج لتوليد ذلك ويطلع بدلاله. هنا تساعد اللوحه، اللوحه هذه عناصر، هي بيها خط، نعم الخط واللون والبعد الثالث والعمق، لكن ايضا بها هذا الترابط اللي هو احنا نسميه الكومبوزيشن او الانشاء التفاصيل. فاعتقد اليوم احنا استمعنا الى اكثر من مجلى من مجالي هذا التآلف والتواشج، واتمنى انه نستكمله في اماكن اخرى حتى ما اطيل عليكم. اشكركم جدا. شكرا جزيلا استاذ صبري. الان ونحن نصل تقريبا الى الخلاصات، نريد ان نعطي فرصه للدكتور حاتم وفرصه للدكتور الحجري، ثم اذا في اسئله لنختم في خلال 25 دقيقه من الان، سوف نختم هذه هي الندوه ان شاء الله، وهي ندوه يعني جميله تفتح الكثير من الاسئله. ساعود للدكتور حاتم، وانا دخلت في مساحات من الاسئله المتعدده، يعني لا ادري من اين ابدا، وكاننا نحتاج الى ندوه اخرى. ولكن سأتوقف عن أدونيس، تجربة أدونيس. أدونيس مرة كان في الدوحة، وأنا سألت سؤال في مؤتمر صحفي عن علاقته بالرواية، بفن الرواية، وأجاب أدونيس دائما لا يعطي إجابات واضحة في بعض الأمور التي لا يحب أن يتكلم عنها. ففهمت المهم أنه لا يريد أن يعلق على الرواية أو أن الرواية هي ديوان العرب أو ما إلى ذلك. في الوقت اللي عندما سئل عن الشعر النبطي، وهو الشعر المستخدم في بلدان الخليج، الشعر الشعبي، أجازه وقال هو شعر. السؤال، أنا قرأت مثلا لأدونيس، أنت قلت الكتاب سيرة المتنبي، هنا تدخل حكائية أو قصة أو سيرة بالإضافة إلى الجانب هذا الذي أنت سميته جسد القصيدة. في تنبأ أيها الأعمى نلاحظ مثلا أن أدونيس يذهب إلى السردية أو الحكائية، يعني هناك الحكائية واضحة أو السردية واحدة واضحة في القصائد. هنا سؤال يرد إلى ذهني، هل يعني أنت قد يكون عندك إجابة محددة وقد يكون عندك تأويل لهذا، لماذا يهرب أدونيس من الرواية؟ ممكن تعيد لماذا؟ يهرب أدونيس من الرواية. نعم. وقد يكون هذا السؤال، معلش توضيح، قد يكون هذا السؤال ينجرف أو يخرج قليلا عن موضوع الحكاية، ولكن ارتباطته في أن أدونيس يمارس السرد كما في تنبأ أيها الأعمى أو هذه سردية الكتاب أو كذا، لكن عندما يأتي عند حديث الرواية يتوقف الحديث. أنا لم أقرأ له تصريحات أو كتابات أو ما إلى ذلك. تفضل دكتور. نعم، بالإجابة عن موضوع أدونيس وعلاقته بالرواية، هذه مسألة أستاذ عماد ما نستطيع أن نحددها إحنا بنفسنا. هو عنده إيقاع نفسي يتوافق مع إيقاع الفن الذي أو السبيل التعبير الذي يتخذه. هو في محراب قصيدة، يعني لا يخرج، هو خرج، هو عنده عملان صغيران، مسرحيتان شعريتان،
بالشعر حتى الموزون موجودة في أعماله الكاملة هنا. لكن هو لا يعتبر هذا، يعني شوف هناك استراتيجية للكاتب، هو استراتيجيته شعرية، وبالتالي انعطاف. هو بالمناسبة يرسم أستاذ صبري، هو يرسم وآخر أعماله اللي ذكرها الآن الأستاذ عماد وغيرها، وشحها بعتبات من عنده، يعني خلاف. أيوه هذا انا الحقيقه ما عندي نسخه ورقيه من هذه، هو بعث لي نسخه بي دي اف حقيقه، لان انا مكاني بعيد شوي، لكن اتوقع انه هو دائما يخلي رسومه البسيطه هذه وعلى الاغلفه وداخل اللوحه يوزعها. لكن كل هذه هو مثل خروج بسيط والعوده الى المركز او الدائره، ما عنده استراتيجيه ان يكون شاعرا وروائيا مثل كتاب اخرين. يعني ممكن تقرا مسرحيات اليوت مثلا الشعرية، تحس أنه عنده نفس درامي، لأن في وقته كان الإعلاء النزعة الدرامية في الشعر، فعنده مسرحيات شعرية بها نفس الشعري زائد النزعة. فعلا هو ما عنده هذه النزعة حقيقة، هو يريد الشعر هو المركز. وحديث العامة وبعض المؤتمرات اللي صارت، هو لا يؤمن بمسألة أنه الأزمنة، هو بالعكس عنده كتاب اسمه زمن الشعر قبل زمن الرواية لجبرس، وكأنه يريد أن يجيب. وإحنا حقيقة الطرفان لا نوافق على ما يقولون، لأنه هذا ليس زمن الشعر ولا الرواية ولا زمن، هذا زمن لا زمن، يعني الأدباء يشكون والرسامون يشكون. للآن بعد هناك مشاهدون يقولون للرسام ما يعني هذا الخط ولا، وللآن في ناس يردون الرواية الفوتوغرافية، يعني زمن الواقعية النقدية اللي بالأدب السوفيتي القديم. للآن في ناس يريدون وحدة بيت، يقول للشاعر شو قصدك بهذا الكلام، ما ينتظر وحدة الدلالة والتنظير هذا كله يخلي على جهة. فالحقيقة هو من أنصار زمن الشعر، هذه مسألة أخرى. لكن القصيدة الحديثة بطبيعتها بها نزعة درامية، يعني بمختلف، أنا مو مع التسمية الدرامية، أنا الآن أميل إلى التشخيص أكثر، في سرد داخل القصيدة، قصيدة النثر، لكن في درامية صراعية، حضور الأنا والآخر، هذه موجودة حتى في قصيدته. شوف على نيويورك مثل قصيدة شهيرة هذه، قبر من أجل نيويورك، يعني قصيدة بها الآخر مشخصا ومحاورا، فهو عنده هذه النزعة. إذن هو ليس مسألة هروب وإنما مسألة، أنا أردت فقط أن أسوي انعطافة بسيطة على مسألة الإيقاع. كثير من الشعراء وجدوا إيقاعهم في تقنية القناع، مثلا القناع الشعري كثير ساد، والقناع هو نوع من الهفو حنين الدرامي من قبل الشاعر، فيتقنع بمثل ما الدكتور حميد حكى لنا عن علي بن زيد مثلا، والبياتي عنده قناع عائشة، وكثير من الشعراء تقنعوا بأقنعة، هو نفسه أدونيس عنده قناع مهيار في بداية حياته الشعرية. القناع يشف يعني بشفافية، فلا يكون السرد فيه تاما، وإنما يظل السارد اللي هو الأنا الشعري. بالمناسبة هذا يختلف عن أنا الشاعر، وهي مسألة طويلة يعني، وحتى أنا النص هي اللي مرات تبرز أكثر من الأنويين السابقين. أيضا دونيس سوى في العديد من دواوينه مرايا، مرآة لفلانة، مرآة لخالدة، مرآة لأبي نؤاس، مرآة للحلاج. المرآة نوع من التمرئ الذاتي في مسرود غير مشخص، غير موجود الآن، فهو يستذكره من خلال المرآة، يريد يبقى هو كأنا أمام المرآة، وذاك الشخص المتمرأة من خلاله اللي هو الحلاج مثلا حاضر ببعض سماته. فهو الحقيقة عمل معالجة سردية لكن جزئية، أنا أعتبرها أسميها كسر، يعني مثل تهشم شيء وتأخذ كسرة منه، فهناك كسر سرية فيه. في ظن الشعراء التقليديين، طبعا هو أدونيس صار من ضمن الشعراء اللي الآن خارج السياق التحديث، لأن في الآن صيحات أجد وشعراء أصواتهم أجد، أراد أن يقول بأن من الممكن استضافة المرآة كتقنية والقناع، وحتى المسرحية الشعرية الدرامية فقط، وليس المسرحية بمعناها الاشتراطات اللي تفرضها. الأستاذ صبري يتكلم عن أن الكاتب غير حر
صح، هذا كل الكلام سليم، وهذا ليس فقط عندنا، يعني إلى قبل سنوات كانت مزرعة الحيوان تمنع، و84 تمنع، يعتبروها الماركسيين يعتبروها تصويت ضد ايديولوجيتهم، والرأسماليون يعتبروها الآن تدرس بالمدارس. فالترميز العالي باعتقادي هو الذي ينقذ الكاتب. وانت استشهدت بأستاذ صبري بمنيف، منيف بالشرق المتوسط أعلى الربز، وقال اللي يقوله يعني عن الحريات في البلدان العربية وعن هذا الشرق الذي يقتل على المبدأ وعلى الكلمة. وهذا الترميز العالي موجود حتى عند رواد الرواية العربية القصيرة مثل غسان كنفاني اللي كتبوا نوفيلا، يعني حقيقة ليست يعني رجال في الشمس، ميتتهم دول الأبطال الأربعة، صوتهم اللي يطلع وهو يرمي جثثهم، لماذا لم يدقوا الخزان؟ لأن ماتوا بخزان مياه فاضي بين البصرة والكويت، كانوا ذاهبين إلى العمل لكسب المال وهم فلسطينيون. قائد هذا التانكر أو الحوض المائي عنين أصيب بحرب، فهو عاقر يعني ما عقيم، يقود اللحظة، يقود الحوض هذا المائي، وهم داخل الحوض حتى يعبرون نقطة التشيك بوينت هذه الحراسة والجمرك. فلما عبروا طال هو الوقوف فماتوا داخل الخزان، فقال لماذا لم يدق الخزان، لماذا. هذه مكتوبة قبل بدء الثورة الفلسطينية ب68 أعتقد أول مرة طلع. فيريد يقول إلى متى نبقى داخل هذا الخزان. هذا الترميز العالي أستاذ صبري، هو فم آخر للكاتب، قلم آخر، هو متن آخر يمشي ويا متنة، وبالتالي يستطيع أن يبعد، لكن على أن يكون طبعا عنده من الدراية والقدرة على أن يقود هذا الترميز، بحيث لا من جهة يوقع في فاجعة قد تودي بحياته في بلدان مثل البلدان العربية اللي تحاسب على الكلمة، ولا بالوقت نفسه يضحي بما يريد أن يقول، لكن مفهومة في الأخير يعني واضحة الدلالة. يبقى الاستلهام يعني تطوير الحكاية. الحقيقة كتبت ألف ليلة، ما أذكر العنوان والله، في المغرب العربي كتبت عن ألف ليلة وليلة وطورت، وبالفرنكفونية ظهرت روايات عن ألف ليلة، لكن أنا اللي لاحظته أن المحكي في ألف ليلة وليلة كثير مسيطر على النص الجديد بالوقت اللي المفروض يقدم به. شوف بورخس مثلا من يأخذ حكايات عربية، قصة حالمين مثلا، واحد بمصر والآخر ما أعرف وين، ويحلم كل واحد منهم أنه رايح البيت الآخر لأن هناك كنز تحت الجدار. هذا مسك الحكاية اللي هي ألف ليلة وليلة وكان مبهور بها للغاية، وحولها إلى نص آخر، يعني حافظ على نسق الحكاية، ما قدر يتجاوزها حقيقة. يعني النسق قصد تسلسل الأحداث، الشخصين ذول، مادة السرد اللي هو الحلم، لكن بالأخير راد يقول أن الإنسان دائما يبحث عن ما عند سواه وهو عنده موجود. يعني هذا المصري الحالم اللي طلع لما لقى هذا الشامي اللي جاي قال له ايش تسوي رايح لمصر؟ قال له في الحلم جدي قال لي هناك تحت حائط معين في حارة كنز. قال له هذا بيتي أنا في مصر، بس أنا أيضا جدي قال لي روح إلى الشام في بيت معين تلقى كنز تحت أموالها. قال له هذا بيتي بالشام. قال له إذا خلي كل واحد يرجع البيت، ليش رايحين؟ دخل بيه بورخس الاغتراب والبحث اللامجدي اللي ما إلى معنى، والروحي والمادي، لأنه هو كونه شوي يهتم بالروح وبالمسألة، ولو إحنا عاتبين عليه لأنه هو دائما ويا إسرائيل، وهذه قصة أخرى لها مكان ثاني، لكن كروح وكتابة حقيقة حول المتن الليالي العربية هذا إلى وكثير من التجارب واحد يقدر يجيبها على هذا الأساس. أكرر شكري للزملاء الأعزاء، وأنا سعيد والله أول مرة أشوفهم وأحتك بهم ولو أقرأ لهم وأتابعهم. دكتور إبراهيم أنا سعيد جدا والله بمعرفتك الشخصية. الأخ عماد أيضا نفس الشيء، حدثني عنك الأخ حميد قبل ما، الأستاذ صبري بأنه هو الجمال الرسم هذا العظيم، وللزملاء كلهم اللي شرفونا بالحضور، شكرا جزيلا لكم.
مؤامرة والله، وليس مجاملة لا للقيمين على المنصة ولا للأخوة المتدخلين، لأنه اليوم اغتنيت وأفكار كثيرة اكتسبت وأشعر أني بين يعني أسرة افتراضية تشاركني نفس الهموم والتوقعات، وهذا كله طبعا بفضل الرجل الماراثوني كما نحب أن نسميه الأخ حميد، وكذلك الإدارة اللبقة والذكية والأسئلة الكمائن هذه الفخاخ اللي خلانا الأخ عماد. شكرا جزيلا وسعدت كثيرا بكم، وليلة طيبة للجميع.